السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي ومتابعي قناة حياة الكناري، مرحبا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. فهذا الفيديو سيكون بدون مقدمات والكثير من المعلومات التي أقدمها لكم. سوف نتعرف فيه إن شاء الله على معلومة جد بسيطة، ولكن في حد ذاتها فهي معلومة جد مهمة وقيمة تحل لنا مشكل انحسار البيضة داخل بطن الأنثى، خصوصا الإناث البكرية التي لم يسبق لها أن تزاوجت أو باضت من قبل. وسوف أعطيكم أيضا الوقت المثالي والأفضل لتقديم هذا الشيء كي نتفادى هذا المشكل ويكون وضع البيض بشكل جيد وصحيح. فلا شك أنك صديقي المشاهد أو المربي من خلال بداية الفيديو قد عرفت أنني سوف أتكلم عن الخس، ولكن الشيء الذي نضيفه لهذا النوع من الخضر هو الذي يحل لنا مشكلة انحسار البيضة داخل بطن الأنثى. فالإناث البكرية في أول عش لها غالبا ما يقع معها انحسار البيضة داخل بطنها أو تجد صعوبة في إخراجها، وغالبا هناك إناث تموت في تلك الأيام الأولى إذا لم نعرف كيفية التصرف معها. والحل لهذه المشكلة سوف تشاهدونه في هذا الفيديو، وهذه المعلومة فهي من باب الحيطة والحذر لكي نتفادى مثل هذا المشكل التي من الممكن أن يقع مع أي أنثى بكرية أو حتى الإناث الأخرى المنتجة. فتقديم الخس لأنثى الكناري صديقي المربي له الفضل الكبير في إمداد الإناث بالكثير من الفوائد المهمة، وتلعب دورا كبيرا في إمداد طيورنا ببعض الفيتامينات، وأهمها فيتامين أ الذي يمنع الأكسدة في جسم الطيور، ويحتوي أيضا على نسبة الكالسيوم والفوسفور والحديد. وهذه المصادر التي يحتويها هذا النوع من الخضر تساعد الأنثى في تكوين عنقود البيض داخل قناة مبيضها، وأهم شيء وهو تقديمه في مرحلة الإنتاج، لأنه يساهم بشكل كبير في توسيع رحم الأنثى، مما يجعلها تضع بيضها بشكل طبيعي وصحيح دون وقوعك في مشكلة انحساره. والشيء الأهم الذي نقدمه مع هذا النوع من الخضر والمعلومة المهمة التي ذكرت في مقدمة الحلقة وهو زيت الزيتون أصدقائي. فعندما نلاحظ أن الأنثى بدأت في بناء عشها وأدخلنا عليها الذكر وقام بتلقيحها، فبعد عدة أيام تريد الأنثى وضع لنا أول بيوضها، وفي تلك اليوم أو اليومين قبل وضع أول بيضة نأخذ ورقة خس ونقوم بغسلها جيدا ونضعها حتى يجف ذلك الماء، أو نقوم بتنشيفها ونأخذ من 4 إلى 6 قطرات زيت الزيتون ونقوم بدهنها بأكملها ونقدمها للأنثى كما هي. وهذا الفعل كما ذكرت قبل قليل نقوم به قبل يوم واحد أو يومين قبل وضع الأنثى أول بيوضها بدون أي مشاكل. وشكرا لكم على حسن مشاهدتكم، وشكرا لكم على إعجابكم بالفيديو واشتراككم في القناة، وبالتوفيق لنا ولكم ونهاركم سعيد أصدقائي.